لا ديال الاصاك كاينه منتوج ديال الازوت اللي هو حط العصار وخيا اللي مابقيناش نقدروا اننا نديروه لفلاحتنا بحكم ان القنطار من 300 درهم ولا تيدير 1000 درهم يعني واحد الدوبل ديال 3 ولا 4 المرات. هذا مشكل. المشكل ديال الغلاء ديال المياه السقي بحكم ان المكتب الجهوي للري همل المنتج الامور باش كيخدم ما بقاش يعطينا الماء في الوقت. داك الصبيب اللي كنا متفقين عليه ما بقاش كيعطينا هو هذاك. رغم ان التسعيره مازال هي النسبه ديال السقي نقصات والتسعيره ديال الخلاص مازال هي الغلاء ديال هاد الاسعار مقارنه بالبيع المنتوج لا علاقه. يعني كنشريو المنتوج كنشريو المواد الاوليه بثمن كبير وملي كنوجدوا المنتوج كنلقاو الثمن طايح. هذا مشكل وخصوصا فيما كساد يعني كيسبب لنا في خساره كبيره. خير مثال هو ان دابا الليمون يعني البرتقال راه ما كاين ثمن كان داز طايح رغم اننا كنوجدوا يعني المواد الاوليه مازال في ارتفاع والمنتوج اللي كنوجدوه في انحطاط. ايوا وانتم تشرحوا وتعرفوا المساله فين غاده. 2022 دايزه صعيبه بزاف على الفلاح ولا على البائع والشاري نظرا لقلة التساقطات وغلاء المواد الفلاحيه. كنلقاو مشاكل مع الفلاح من اجل البيع بحكم ان الاثمنه غاليه. ملي كنشوفوا في التيران كنلقاو شح الامطار يعني ما كايناش السقا ما كايناش الشتاء ما كاينش الماء. هذا مشكل كبير بحكم اننا منطقه فلاحيه اللي كتوجد بين نهرين سبو ورغا. سبو حابس من الماء مؤخرا عاد تطلق يعني تفات الفوت عاد طلقوا الماء. هذه كل مشاكل اللي كتخلي ان الفلاح البسيط والمتوسط المسكين كيعاني نعاني بزاف. كنعانيو في الماء اللي هو كنطلبوا من الوزاره تدخل من الناس المسؤولين يحاولوا التفاته ولو بسيطه لهذا الفلاح من اجل ان المواكبه والصيروره ديال الفلاحه ومن اجل ان الفلاح ما يهبطش يديه وما يلقى ما يدير.